بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الداء والدواء، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. الدرس الثامن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال البخاري في صحيحه: باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. خوف المؤمن أن يحبط عمله، يعني يبطل عمله وهو لا يشعر، يعني لا يدري. هذا خطر عظيم، لأنه إذا كان يدري يتجنب المحبطات، لكن المشكلة إذا صار لا يدري، فهذا مما يؤكد على المؤمن أن يتعلم وأن يتفقه في دين الله عز وجل. ومحبطات العمل كثيرة، مبطلات العمل كثيرة، أخطرها وأعظمها الشرك الأكبر أو الأصغر. الأكبر يعرفه الناس ويتجنبه من هداه الله، لكن الشرك الأصغر الخفي هو الذي، ولهذا خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، قال: أخوف ما أخاف عليكم، أو ألا أنبئكم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الأصغر، يقوم الرجل فيصلي ويزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، يعني أنه يرائي بأعماله ويحب أن يمدحه الناس على أعماله، وأن يثنوا عليه وعلى صدقته وعلى تبرعاته. هذا ليس له أجر عند الله، يحبط عمله، لأنه ما عمل لوجه الله وإنما عمل للرياء، وهذا قل من يسلم منه. الشرك الأكبر يسلم منه المؤمن، لكن الشرك الأصغر قل من يسلم منه، لأنه خفي. ومن محبطات العمل المن الصدقة: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، يعني يمن على الفقير أو على السائل أو على المحتاج، يعطيه ثم يتمنن عليه، هذا يبطل ثواب الصدقة. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، أو يؤذيه ويتطاول عليه ويحتقره، هذه من مبطلات الأعمال المن، أو أن يمن بعمله على الله ويرى يزكي نفسه ويرى أنه رجل صالح، وأنه فهذا أيضا يبطل العمل المن، وغير ذلك من المبطلات. كذلك مما يبطل العمل أو يذهب بثوابه، لا يبطله لكن يذهب بثوابه للآخرين، أن تعمل وثوابه كل للآخرين. متى؟ إذا ظلمت الناس، إذا ظلمت الناس في أموالهم أو في أعراضهم أو في أنفسهم، فإنهم يقتصون منك يوم القيامة، يقتصون من أعمالك الصالحة، يأخذونها في مقابل مظالمهم، فأنت تتعب والثواب لغيرك. من ذلك الغيبة والنميمة التي يتساهلون الناس فيها، هذه أيضا تذهب بالأعمال إلى المظلومين. من ذلك الحسد، حسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. كون الإنسان يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله، يتمنى زوال النعم عن الناس، فهذا أيضا لأنه قد يرتكب المعصية بسبب الحسد. فالذي منع اليهود من الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحسد، حسدا من عند أنفسهم، وهم يعرفون أنه رسول الله، فالحسد منعهم من الإيمان وأبقاهم على الكفر. الحسد حمل ابن آدم على قتل أخيه، هذا من الحسد. أو وقبل ذلك الحسد حمل إبليس على أن يتكبر على آدم فطرده الله وأبعده. الحسد داء خطير، فهذه أمور يبطل بها العمل أو تذهب بثوابه.
هم بس الإنسان أنه يعمل ويعمل بل يتجنب أيضا المبطلات. نعم. وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. نعم كذلك الإنسان يقول ولا يعمل، يأمر الناس بالخير والبر وهو ما يعمل، هذا أيضا مذموم. قال تعالى: تأمرون الناس بالبر تنسون أنفسكم. نعم. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. هذا هو خاف النفاق. النفاق هو الرياء، النفاق نفاق الأصغر. النفاق الأصغر له خصال: الكذب والنميمة و آية المنافق فلا إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ثمن خان وإن صلى وصام زعم أنه مسلم. هذه يخاف الإنسان من النفاق على نفسه أن يتصف بصفة من صفات المنافقين، وإن لم يكن النفاق الأكبر النفاق الأصغر خطره شديد. نعم. ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. يتهمون أنفسهم ويدعون كمال الإيمان كإيمان الملائكة، وإنما الصحابة خافون على إيمانهم من النقص. وإذا خاف الإنسان من الشيء حذر منه وتركه، أما إذا لم يخف وقع فيه. نعم. ويذكر عن الحسن: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. يعني النفاق، النفاق ما خافه إلا مؤمن. المؤمن يخاف أن ينافق، وأما المنافق فهو يأمن، يأمن على نفسه فيقع في النفاق. نعم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لحذيفة: أنشدك الله هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في المنافقين، فيقول: لا، ولا أزكي بعدك أحدا. نعم. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه صاحب سر الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول يفضي إليه بالأسرار، فهو أمين سر الرسول صلى الله عليه وسلم، امتاز بهذه الميزة، والرسول يخبره عن المنافقين فلان وفلان وفلان. فعمر خاف على نفسه من النفاق. عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين راح يسأل حذيفة: هل عدني رسول الله من المنافقين؟ خاف على نفسه وهو عمر. قال: لا، ولا أزكي بعدك أحد. نعم. فسمعت شيخنا يقول: ليس مراده أني لا أبرئ غيرك من النفاق. شيخنا يعني شيخ الإسلام بن تيمية، شيخ ابن القيم. نعم. فسمعت شيخنا يقول: ليس مراده أني لا أبرئ غيرك من النفاق، بل المراد: لا أفتح على نفسي هذا الباب، فكل من سألني هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأزكيه. نعم. ليس معناه أن حذيفة يتهم الناس كلهم: لا أزكي بعدك أحد، يعني كل الناس غير عمر، ليس هذا هو المعنى، ولكن لا أخبر أحد، لا أزكي يعني لا أخبر أحدا غيرك بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قلت: وقريب من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي سأله أن يدعو له أن يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، سبقك بها عكاشة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن 70,000 من أمته يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، قام عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. فأخبره أنه من 70,000. ثم قام رجل آخر فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. فأغلق الباب، أغلق صلى الله عليه وسلم الباب لئلا يقوم من لم فيه أهلية لأن يكون من 70. أغلق هذا الباب وقال: سبقك بها عكاشة، ولكن بحسن عبارة، ما قالوا ما تستحق أو لست أهلا لذلك لئلا يكسر خاطره، بل قال: سبقك بها عكاشة. فهو لم يخدشه، وإنما أتى بكلمة طيبت نفسه. نعم.
ولم يرد أن عكاشه وحده أحق بذلك ممن عداه من الصحابة. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو معناه ما سبقك بها عكاشه إنه ما يكون من السبعين إلا عكاشه، يعني يكون غيره أيضا، ولكن الرسول لا يخبر بذلك لئلا يحمل الناس على الاتكال، أو أنه يدعي هذه المنزلة من ليس أهلا لها، فهو أغلق الباب. نعم، ولكن لو دعا له لقام آخر وآخر وانفتح الباب. نعم، وربما قام من لم يستحق أن يكون منهم. نعم، فكان الإمساك أولى والله أعلم. نعم. فصل. فلنرجع إلى ما كنا فيه من ذكر دواء الداء الذي إن استمر أفسد دنيا العبد وآخرته. هو الذنوب، الداء هو الذنوب، ما هو دواؤه؟ نعم. فمما ينبغي أن يعلم أن الذنوب والمعاصي تضر، ولا بد أن ضررها في القلب كضرر السموم في الأبدان على اختلاف درجاتها في الضرر. وهل في الدنيا والآخرة شر وداء إلا سبب؟ نعم، الذنوب تضر، لا بد أنها تضر، وضررها على قسمين: ضرر للقلوب، وهذا أشد، أنها تؤثر في القلوب النفاق والقسوة والغفلة، وقد يكفر الإنسان بسببها، يفسد قلبه نهائيا بسبب الذنوب. والنوع الثاني ضررها في الأبدان والأموال، فما يقع في الأرض من مصيبة ونقص في الأموال ونقص في الأنفس وانحباس الأمطار وقلة المياه وفساد الثمار إلا بسبب الذنوب والمعاصي. والدليل على ذلك أن الله أهلك الأمم السابقة بسبب الذنوب. نعم. وهل في الدنيا والآخرة شر وداء إلا سببه الذنوب والمعاصي؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في، وفي الآية الأخرى يقول سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. نعم. فما الذي أخرج ما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي بسبب نفسك. نعم. فما الذي أخرج الأبوين من الجنة دار اللذة والنعيم والبهجة والسرور إلى دار الآلام والأحزان والمصائب؟ الذي أخرجهما ذنب واحد، هو أنه أن الله نهاهما عن الأكل من شجرة معينة، فأغواهما الشيطان فأكل منها، فأخرجهما من الجنة. تاب إلى الله، تاب إلى الله فغفر الله لهما، ولكنه أخرجهما من الجنة بسبب الذنب هذا، بسبب هذا الذنب. نعم. وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه؟ كان إبليس من العباد في السماء، كان مع الملائكة من العباد، فلما أمر الله الملائكة بالسجود لآدم حسده وامتنع من السجود وعصى أمر الله، فطرده الله ولعنه وأبعده وأهبطه إلى الأرض وجعل الذلة والصغار عليه بسبب المعصية، بسبب أنه لم يمتثل أمر الله عز وجل. نعم. وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه؟ نعم. ومسخ ظاهره وباطنه فجعل صورته أقبح صورة وأشنعها، وباطنه أقبح من صورته وأشنع، وبدل بالقرب بعدا، وبالرحمة لعنة، وبالجمال قبحا، وبالجنة نارا تلظى، وبالإيمان كفرا، وبموالاة الولي الحميد أعظم عداوة ومشاقة، وبزجل التسبيح والتقديس والتهليل زجل الكفر والشرك والكذب والزور والفحش، وبلباس الإيمان لباس الكفر والفسوق والعصيان، فهان على الله غاية الهوان. هذه أوصاف إبليس، والسبب في هذا المعصية أنه عصى أمر الله. الملائكة امتثلت وسجدت وهو أبى وعصى فأبعده الله وطرد. نعم. فهان على الله غاية الهوان، وسقط من عينه غاية السقوط، وحل عليه غضب الرب تعالى فأهواه، ومقته أكبر المقت فأرداه، وصار قوادا لكل فاسق ومجرم، رضي لنفسه بالقيادة بعد تلك العبادة والسيادة،
فعياذا بك الله، القيادة إلى المعاصي. نعم صنم. فعياذا بك اللهم من مخالفة أمرك وارتكاب نهيك. وكم نخالف من أوامر الله، الإنسان يفكر ما يخشى على نفسه. نعم. وما الذي غرق أهل الأرض، وما الذي غرق أهل الأرض كلهم حتى على الماء فوق رؤوس الجبال؟ على قوم نوح. نعم. وما الذي سلط الريح على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية؟ نعم. ودمرت ما مرت عليه من ديارهم وحروثهم وزروعهم ودوابهم حتى صاروا عبرة للأمم إلى يوم القيامة. مع قوتهم وكبر أجسامهم قالوا من أشد منا قوة، سلط الله عليهم ريحا أهلكتهم، دمرت منازلهم وحملتهم إلى الجو، ثم ردتهم على رؤوسهم ودقت أعناقهم حتى صاروا كأعجاز نخل خاوية. سببه الكفر، لهم عصوا أمر الله. نعم. وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا؟ يعني الصيحة يعني صاعقة، صاح بهم جبريل فهلكوا جميعا فكانوا كهشيم. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة، صيحة واحدة ما هي بصيحات، أنهم ما يتحملون أكثر، صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. نعم. حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم. نعم. وما الذي رفع قرى اللوطية حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم ثم قلبها عليهم؟ وهم قوم لوط الذين يأتون الفاحشة اللي يفعلون اللواط، نهاهم نبيهم تأتون الذكران من العالمين تذرون ما خلق فتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، فلما لم يمتثلوا عاقبهم الله أشنع عقوبة بأن رفع ديارهم إلى الجو ثم قلبها عليهم وأتبعهم بحجارة من سجيل. نعم. هذا سببه المعصية اللواط. نعم. ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها فأهلكهم جميعا. نعم. ثم أتبعهم حجارة من السماء أمطرها عليهم. نعم. فجمع عليهم من العقوبة ما لم يجمعه على أمة غيرهم ولإخوانهم. نعم. أمثالها وما هي من الظالمين ببعيد. لإخوانهم يعني من اللوطية الذين يأتون هذه الجريمة لهم أمثالها، ولهذا قال وما هي من الظالمين ببعيد. وما يحصل الآن في العالم من الأمراض المستعصية مثل المرض اللي يسمونه فقد المناعة، هذا بسبب هذه الجريمة، بسبب اللواط والزنا والعياذ بالله. نعم. وما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل فلما صار فوق رؤوسهم أمطر عليهم نارا تلظى؟ قوم شعيب أصحاب مدين عصوا نبيهم شعيبا فأظللتهم سحابة ظنوا أنها فيها مطر، خرجوا فأمطرت عليهم نارا تلظى، أخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. نعم. وما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر ثم نقلت أرواحهم إلى جهنم فالأجساد للغرق والأرواح للحر؟ نعم. كذلك فرعون وقومه الذين تكبروا على موسى وعلى بني إسرائيل، الله أغرقهم في البحر، دخلوا فيه وهو يبس فأطبقه الله عليهم ونجى موسى وقومه بسبب أنهم عصوا نبيهم موسى عليه السلام وصاروا مع فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى. نعم. وما الذي خسف بقارون وداره وماله وأهله؟ قارون أعجب أعطاه الله من الكنوز شيء كثير، فنصحه قومه أن لا يتكبر ويغتر بهذه النعمة وأن يعرف حق الله فيها، ولكنه جحد نعمة الله وقال هذا إنما حصلته بقوتي وكسبي ومهارتي، وجحد أنه من الله عز وجل، قال إنما أوتيته على علم عندي. قيل على علم عندي يعني أن الله علم أن يستحق هذا
فقيل على علم عندي خبرة، يعني خبرة بالمكاسب أنا اللي محصله، ولم ينسبه إلى ربه ويقول هذا من الله هذا من فضل الله. فالله جل وعلا عاقبه بهذه العقوبة، خسف به وبداره الأرض هو وأمواله. نعم. ومن الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات ودمرها تدميرا؟ كما أهلكنا من القرون من بعد نوح لا يعلمهم إلا الله. الله ذكر لنا بعض الأمم، ولكن هناك أمما لم يذكرهم. كم أهلكنا؟ يعني كثير، وذلك بسبب الذنوب والمعاصي. نعم. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. نعم. وما الذي أهلك قوم صاحب ياسين بالصيحة حتى خمدوا عن آخرهم؟ نعم، الذين أضرب لهم مثلا أصحاب القرية اللي جاءها المرسلون، قيل هي أنطاكية عن البحر وقيل غيره، ينذرونهم فأبوا واستكبروا فقالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. كذبوا الرسل، وخرج منهم رجل نصحهم، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، ولكنهم أبوا، فماذا كان من عاقبتهم؟ وما أنزلنا عليهم من جند من السماء، يعني ما جاءهم جنود، وإنما أهلكهم الله بالصيحة، أهلكهم الله بالصاعقة. نعم. وما أنزلنا عليهم من السماء من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. الله قادر على كل شيء. نعم. وما الذي بعث على بني إسرائيل قوما أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وقتلوا الرجال؟ المجوس، سلط الله المجوس على بني إسرائيل، مع أن بني إسرائيل أهل الكتاب وأهل العلم، والمجوس عبدة النار وكفرة ملاحدة، لكن الله يسلط الكافر على المؤمن بسبب ذنوب المؤمن، بسبب ذنوب المؤمن. فسلط الله المجوس عبدة النيران على بني إسرائيل أهل العلم وأهل، لأنهم عصوا الله عز وجل. نعم. فجاسوا خلال الديار وقتلوا الرجال وسبوا الذرية والنساء وأحرقوا الديار ونهبوا الأموال، ثم بعثهم عليهم مرة ثانية فأهلكوا ما قدروا عليه وتبروا ما علوا تتبيرا. مرتين كما في أول سورة الإسراء. نعم. وما الذي والثالثة قال الله جل وعلا وإن عدتم عدنا، فوعدهم الله. نعم. وما الذي سلط عليهم أنواع العقوبات، مرة بالقتل والسبي وخراب البلاد، ومرة بجو الملوك، ومرة بمسخهم قردة وخنازير؟ كل هذه عقوبات حصلت على بني إسرائيل بسبب تمردهم وعنادهم مع الأنبياء، مع موسى عليه السلام، مع عيسى، مع محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يزال اليهود متمردين، ولا يزال الله يرسل عليهم العقوبات. وآخر يتأذن ربكم ويتأذن ربك لا يبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. نعم. فكل ما تجمعوا وكل ما قويت شوكتهم أرسل الله عليهم من يهلكهم ويدمرهم، وهذا عبر التاريخ معروف. نعم. وآخر ذلك أقسم الرب تبارك وتعالى لا يبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. نعم. قال الإمام أحمد حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا صفوان بن عمرو حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه قال لما فتحت قبرص فرق أهلها فبكى بعضهم إلى بعض، رأيت أبا الدرداء جالسا وحده يبكي، فقلت يا أبا الدرداء ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله عز وجل إذا أضاعوا أمره، بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. نعم. أهل قبرص نصارى أهل كتاب، سلط الله عليهم المسلمين فانتصروا عليهم وأخذوا ديارهم
بسبب كفرهم. فأبو الدرداء اعتبر بحالهم أنه ما أصابهم هذا إلا بسبب ذنوبهم، فهو يخاف من الذنوب جعل يبكي. نعم. وقال علي بن الجعد أنبأنا شعبة عن عمرو بن مغة قال سمعت أبا البختري يقول أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم. يعذروا. أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يهلك الناس حتى يعذروا. يعذروا. أحسن الله. حتى يعذروا من أنفسهم. يعني إذا عصوا ونهوا عن ذلك ولم يمتثلوا أعذروا من أنفسهم فأهلكهم الله. نعم. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أم سلمة ولهذا يقول جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا لم يتبعوا الرسول صار لله عذر في إهلاكهم. نعم. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أم سلمة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عنده. فقلت يا رسول الله المعاصي موجودة ولا تزال، لكن إذا كانت خفية وتنكر إذا ظهرت فإنها لا تضر إلا صاحبها، أما إذا ظهرت ولم تنكر فإن العقوبة تعم الجميع، العاصي وغير العاصي، العاصي بذنبه وغير العاصي بسكوته وعدم إنكاره. نعم. فقلت يا رسول الله أما فيهم يومئذ أناس صالحون؟ قال بلى. قلت فكيف يصنع بأولئك؟ قال يصيبهم ما أصاب الناس ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان. نعم، يبعثون يوم القيامة على نياتهم، هم يهلكون في الدنيا جميعا الصالحون والفاسدون. الصالحون يبعثهم الله يوم القيامة على نياتهم، هم معناه أنهم إذا هلكوا أنهم كفروا وصاروا إلى النار، بل يصيبهم العقوبة وهم مؤمنون وهم مسلمون، تصيبهم العقوبة في الدنيا، لكن لا يضيع الله إيمانهم وأعمالهم في الآخرة. نعم، إنما هذه عقوبة عاجلة. نعم. وفي مغسيل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال هذه الأمة تحت يد الله وفي كنفه ما لم يمالئ قراءها أمراءها. نعم، في حفظ الله، يعني في يد الله وكنفه، يعني في حفظه، ما لم يحصل مداهنة من العلماء مع الأمراء الضالين أو الظالمين ولم يناصحوهم. نعم. وما لم يزكي صلحاؤها فجارها. نعم. وما لم يهن خيارها أشرارها، فإذا هم فعلوا ذلك رفع الله يده عنهم ثم سلط عليهم جبابرتهم فساموهم سوء العذاب ثم ضربهم الله بالفاقة والفقر. انت بسبب ترك إنكار المنكر، لابد من إنكار المنكر، لابد من الدعوة إلى الله، لابد من المناصحة فيما بين المسلمين. لا تشوف الواحد على المعاصي والمخالفات وتسكت. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ذلك أضعف الإيمان. نعم. وفي المسند من حديث ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. نعم، الرزق الذنب يمنع الرزق أيضا. نعم. وفيه أيضا عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تتداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة على قصعتها. قلنا يا رسول الله أمن قلة يومئذ؟ قال أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. يعني كثرة لا فائدة فيها. نعم. تنزع المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن؟ قال حب الحياة وكراهة الموت. يوم إن كان المسلمون يجاهدون في سبيل الله وينكرون المنكر، الهيبة في قلوب الكفار من المسلمين، وفي آخر الزمان ينعكس الأمر، تصير الذلة في قلوب المسلمين وتنزع الهيبة من الكفار فلا يهابون المسلمين بسبب أن المسلمين تخلوا عن دينهم. نعم.
وفي المسند من حديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. هذه عقوبة النميمة، هذه عذاب القبر. النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا المشهد من عذاب القبر، وهو أن النمام يجعل له أظفار من حديد يخمش بها نفسه. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين قال إنهما لا يعذبان، ذكر أن الآخر يمشي بالنميمة، واحد لا يستنزه من البول وواحد يمشي بالنميمة، فالنميمة سبب لعذاب القبر. نعم. وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر الزمان قوم يختلون الدنيا بالدين ويلبس. نعم، يستعملون أمور الدين لأجل الحصول على الدنيا، يستخدمون الدين لأجل أن يحصلوا على الدنيا، وهذا انتكاس والعياذ بالله. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. هذا من يريد بعمله الدنيا، يعمل العبادات وهو لا يريد الأجر والثواب، وإنما يعملها لأجل أن ينال الدنيا. الصواب العكس، أن يجعل الدنيا مطية للدين، يستعين بالدنيا على الدين. أما أنه يستعين بالدين على الدنيا فهذا العكس. نعم. يخرج في آخر الزمان قوم يختلون الدنيا بالدين ويلبسون للناس مسوك الظأن من اللين. ألسنتهم أحلى من السكر وقلوبهم قلوب الذئاب. يقول الله عز وجل أبي يغترون وعلي يجترئون فبي حلفت لأبعثن على أولئك فتنة تدع الحليم فيها حيران. نعم، هذه المداهنة في أمر الله سبحانه وتعالى والتصنع للناس. نعم. وذكر ابن أبي الدنيا من حديث جعفر ابن محمد عن أبيه عن جده قال قال علي يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه، مساجدهم يومئذ عامرة وهي خراب من الهدى، علماؤهم شر من تحت أديم السماء، منهم خرجت الفتنة وفيهم تعود. نعم، هذا بسبب إذا سكت العلماء عن القيام بما أوجب الله عليهم. ولكن ليس معنى هذا أن كل العلماء يفسدون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. ليس معنى هذا إننا نذم العلماء جملة ونقول كلهم ما فيهم خير، لا، يكون فيهم من لا نعلمه ولا ندري عنه وهو قائم بأمر الله عز وجل. ولولا وجود هؤلاء لهلكت الدنيا، لولا وجود بعض العلماء الناصحين اللي ما نعرفهم لخربت الدنيا. إذا فقد الصالحون نهائيا خربت الدنيا في آخر الزمان، إذا لم يبقى في الأرض من يقول الله الله فإن تقوم القيامة. نعم، فما دام موجود من الصالحين ومن العلماء الطيبين فهذا ضمان لبقاء الأمة الإسلامية وضمان لبقاء الدنيا. نعم. وذكر من حديث سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن الله عز وجل بهلاكها. إذا ظهر ولم ينكر، أما إذا كان خفيا فإنه لا يضر إلا نفسه، وهو ما يظهر إلا بسبب السكوت وعدم الإنكار. نعم. ومن مغاسيل الحسن إذا أظهر الناس العلم وضيعوا العمل وتحابوا بالألسن وتباغضوا بالقلوب وتقاطعوا الأرحام لعنهم الله عز وجل عند ذلك فأصمهم وأعمى أبصارهم. وما في قول فعل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. نعم. وفي سنن ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب قال كنت عاشر عشرة رهط. يكفي، نقف عند هذا. نعم.